تقترب الحرب في أوكرانيا من شهرها 18 وتحتدم بين موسكو وكييف حرب الاستنزاف، خاصة بعد إعلان أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو الماضي. ولأوكرانيا نهج جديد تتبعه في حربها وفقا لتقارير أمريكية، فما التفاصيل؟ منذ إعلان كييف بدأ هجومها المضاد، أحرزت القوات الأوكرانية تقدما بطيئا ومحدودا على طول خطين رئيسيين للهجوم. لكن على الرغم من ذلك، فإن هذا التقدم يجبر موسكو على تحويل قواتها إلى أجزاء أخرى من خط المواجهة، وفقا لما وردته صحيفة نيويورك تايمز. إعادة انتشار القوات الروسية تلك قد تؤدي إلى إضعاف الخطوط الدفاعية الروسية بشكل عام، الأمر الذي سيخلق فرصا لأي اختراق أوكراني يمكن أن يكون حاسما وفق معهد دراسات الحرب الأمريكي. أما الأهم فهو شبه جزيرة القرم، والتي باتت هدفاً شبه يومي للقوات الأوكرانية، آخرها كان بالأمس حيث أسقطت روسيا صاروخين فوق مضيق كريتش. فأوكرانيا تسعى للوصول إلى ما وراء خط المواجهة باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب شبه جزيرة القرم وما حولها. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هدف كييف هو تقويض موقف روسيا في المنطقة، حيث لا تدعم قواتها من جنوب أو في جنوب أوكرانيا. ومن خلال إيقاف تجديد الإمدادات من شبه جزيرة القرم وإليها، تأمل أوكرانيا قبل أن تتمكن قواتها من جعل الحياة والعمليات العسكرية هناك غير ممكنة، ما سيؤدي إلى نوع من التراجع أو التفاوض أو تسهيل استعادة أوكرانيا لها، وفقا لمحللين عسكريين. تسعى أوكرانيا إلى الحصول على أسلحة نوعية من الغرب لاستخدامها في هجومها المضاد، ومن هذه الأسلحة صواريخ تاوروس الألمانية. فما الذي نعرفه عن هذه الصواريخ؟ نتابع. تستمر المطالب الأوكرانية فيما تجري المحادثات الألمانية حول تزويد كييف بصواريخ كروز طراز تورس. هذه الصواريخ من نوع جو أرض، تتميز بأنها تطير على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل من الصعب اكتشافها بواسطة الدفاع الجوي. ومميزات الصواريخ التي تسعى كييف إلى الحصول عليها أنها دقيقة جدا، يتم استخدامها لضرب أهداف هامة بما في ذلك مخابئ الذخيرة ومستودعات الوقود، وهذا لأنها تتميز بضرباتها بعيدة المدى التي تصل إلى 500 كيلومتر، تمكنها من تجاوز الصفوف الدفاعية الأمامية والأسلحة الأخرى، بل حتى تدمير المخابئ المحصنة تحت الأرض. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجيش الألماني لديه حوالي 600 صاروخ تورس في مخزوناته، منها حوالي 150 صاروخا جاهزا للاستخدام، فيما تمتنع الولايات المتحدة حتى الآن عن تزويد أوكرانيا بمثل هذه الصواريخ بسبب مخاوف من أن تستخدمها لضرب الداخل الروسي. من موسكو رحب السيد فيكتور ليتوفكين الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن كييف السيد فالتين ياكوشيك رئيس مجلس الإشراف على المعهد الأوكراني للسياسة. أهلا وسهلا بكم معنا سيد فالنتين. ما الذي تسعى أوكرانيا إلى تحقيقه من هجومها المضاد الذي يشهد بطء كبير ونلاحظه، يعني في ظل التحصينات والتعزيزات الروسية الكبيرة في الشرق الأوكراني؟
حقيقة كان إعلان عن هذا الهجوم المضاد منذ وقت طويل، أكثر من نصف عام، وبالتالي السلطات المسؤولة عن الجيش الأوكراني حاولت تنفيذ هذه الخطة وإحداث اختراق من خلال بحر آزوف في الجنوب وإعادة السيطرة على بعض المدن والقرى الموجودة في شرق أوكرانيا. هذه هي الأهمية الأولى للشعب الأوكراني ليروا أن الإعلانات التي تم تنفيذها، بالإضافة أيضا إلى الغرب الذي يقدم دعما كبيرا، سواء كان دعما ماليا استخباراتيا أم عسكريا، ويتوقعون تحقيق النجاح من القوات الأوكرانية للاستمرار في تقديم الدعم. ولهذا هناك تركيز على النتائج الأوكرانية، وأيضا هناك رضا تجاه هذه النتائج المحققة من أوكرانيا ومن الغرب. سيد فيكتور، كيف تنظر روسيا اليوم إلى تغيير استراتيجيات أو تغير استراتيجيات المعارك في أوكرانيا، وأيضا استهدافات متكررة لشبه جزيرة القرم، ونقل المعركة على ما يبدو إلى سواحل البحر الأسود؟ هذا إذا ما استثنينا أيضا الاستهدافات التي تواجهها العاصمة موسكو. إن فشل الجيش الأوكراني في الميدان يدفعه للبحث عن وسائل أخرى لمواجهة روسيا، وهي اللجوء إلى العمليات الإرهابية، لأن روسيا لا تشن ضربات للمنشآت المدنية في أوكرانيا، وإنما نستهدف المنشآت العسكرية والمواقع العسكرية ومن ضمنها مستودعات الذخائر والوقود. لكن أوكرانيا ترسل طائراتها المسيرة إلى المدن، إلى السكان المدنيين في موسكو وفي شبه جزيرة القرم، في المواقع والأحياء التي لا يوجد فيها أي مواقع عسكرية، وكذلك إلى جسر القرم الذي لا يستخدم لأي أغراض عسكرية. أما بالنسبة للهجوم المضاد الذي تتحدث عنه أوكرانيا، فسأذكر لكم أرقام. في الشهرين الماضيين خلال الهجوم المضاد الأوكراني الذين يعتقدون أنه ناجح، فقدت أوكرانيا 43 ألف جندي وما يزيد عن 2000 مدرع، وهذا ما لم تخسره الاتحاد السوفيتي على مدار 15 عاما في أفغانستان. فقط خلال شهرين 43 ألف جندي أوكراني فقدوا في هذا الهجوم المضاد، وهذه هي النتيجة. واضح جدا أن أوكرانيا لوحدها ليست أوكرانيا وحدها هي من تشن الهجوم، نعم، لأنه لا توجد لديها أي غطاء جوي بالمقاتلات، ولا توجد لدى أوكرانيا منظومات دفاع جوي كافية، لكنها تنفذ أوامر وتعليمات الولايات المتحدة التي تدفع أوكرانيا لهذه. اسمح لي، أنت تقلل من شأن تلك الهجمات ربما بطريقة، يعني اسمح لي، ربما تكون غير منطقية. يعني الاستهدافات الأوكرانية وصلت لتعطيل حركة السير في جسر الجسر في شبه جزيرة القرم، هو نفسه هذا الجسر الذي افتتحه بوتين وكان يباهي أيضا به في عام 2018 على ما أذكر. الهجمات اليوم تصل إلى العاصمة الروسية موسكو. هناك على هذا الجسر لا توجد أي مواقع عسكرية، فالشحنات والشحنات العسكرية لا تمر عبر هذا الجسر أو جسر كيرش. هناك طرق أخرى لإرسال المعدات والدعم العسكري بالطائرات والباخرات، ولكن أوكرانيا تختار أهداف رمزية لتسديد ضرباتها،
هذا كله في سياق الاستعراض، وحتى الضربات التي وجهتها إلى موسكو سيتي في العاصمة الروسية واستهداف بعض الأبراج أو جسر القرم أو أهداف مدنية في مدينة سيفاستوبل أو الميناء وضد السفن المدنية، كل هذه الهجمات يتم التصدي لها و تبقى هذه الهجمات دون أي جوهر أو مغزى ولا نعم. تحقق أي نتائج. لذلك من هذا الحديث اسمح لي أنتقل إلى كييف، ضيفي من كييف السيد فالنتين، ما الأهداف من مواصلة أوكرانيا ضرباتها على القرم؟ هل بالفعل هي تمنع تعزيزات روسيا العسكرية أم أنه تشتيت للقوات الروسية، أم أن لها أهداف أخرى ربما تكون رمزية إعلامية؟ أعتقد أن كلا هذين الهدفين حقيقيين. أولا، هناك قوات روسية وذخائر موجودة ومراكز لوجستية في شبه جزيرة القرم، والصواريخ الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية تهاجم وتضرب هذه المناطق. فيما يتعلق بالجسر، جسر كيرتش، هو طبعا مؤشر رمزي وهو هدف لأوكرانيا، ولكن أيضا هو خط إمداد لوجستي للاتصالات والمعدات العسكرية، والجيش الأوكراني يستهدف هذا الجسر من مناطق ووسائل مختلفة، من خلال البحر، من خلال المسيرات والزوارق البحرية، ومن خلال المسيرات الجوية، وأيضا الصواريخ البالستية الأوكرانية. وإذا سألنا الخبراء في المجال إذا كان هناك فرصة ليبقى هذا الجسر من بعد تعرضه لهذه الهجمات المستمرة من جميع الاتجاهات، أعتقد أنه قريبا سوف ينهار هذا الجسر، وسيكون هذا فعلا رمزيا وأيضا لقطع الإمدادات اللوجستية. ضرب شبه جزيرة القرم سيكون أمرا رمزيا لأوكرانيا وأيضا للغرب من خلال قطع هذه الاتصالات الاستخباراتية ولمحاولة إضعاف القوات الروسية في أوكرانيا وفي روسيا بشكل عام. لذا ستستمر هذه الهجمات والضربات حتى يتم تجميد النزاع، وسيكون من الأفضل إذا كان هذا في وقت قريب، ولكن وفقا للوقت الحالي يبدو أنه على الأقل نتحدث عن شهرين أو ثلاثة أشهر من المعارك الطاحنة، وفقط بعدها سنشهد النتيجة، نتيجة إما نجاح هذا الهجوم المضاد أو عدم نجاحه، ومن هذا الأساس سيكون هناك مساومة لوقف النشاط العسكري ومحاولة التوصل إلى حل لهذه المأساة، الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استفزها القادة الروس في فبراير من العام الماضي هي مأساة لأوكرانيا ولروسيا على حد سواء. المدنيون يعانون من الطرفين، الناس يقتلون. عندما سمعنا عن عدد الموتى الأوكرانيين أو قتلى الأوكرانيين، هذه الإحصائية غير صحيحة، فنحن لا نشهد نفس هذه الإحصاءات على الجانب الأوكراني، ولا يمكننا أن نثق في الإحصاءات الروسية من الجانب الروسي، ولكن نعم واضح. سيد فيكتور، اسمح لي أن أسألك، وفق هذا الحديث وهذا المنظور من أوكرانيا وعملية تعزيز المكاسب التي من الممكن أن تضع الأوكرانيين في موقف تفاوض جيد من منظورهم، ما الذي تقوم به موسكو تجاه هذا المسعى؟ أولا أعتقد أن أوكرانيا منعت نفسها وحضرت على نفسها الدخول في أي مفاوضات مع موسكو،
وأما موسكو فترى أنه لا يوجد هناك أي طرف في كييف للتفاوض معه، لأن من وجهة النظر روسيا فإن أوكرانيا أصبحت تابعة للولايات المتحدة، وبالتالي المفاوضات يجب أن تكون مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للضربات الأوكرانية فإنها دفعت روسيا لشن ضربات على موانئ أوكرانيا في أوديسا، والأمر الذي صعب تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج. ولا أعتقد أن هذا ثمن عادل لهجوم الأوكرانية على جسر كيرش، وبالتالي أعتقد أدعو الأوكرانيين أن يرجحوا أو يحكموا صوت العقل، وأن ألا يعيشوا في الأوهام. ولكن للأسف الشديد كل ما يجري هو أن هذه الأراضي لن تعود أبدا إلى أوكرانيا. سيد فالنتين، يعني هذا الحديث، هل يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هذا الهجوم المضاد يبحث عن على 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 الأقل عن مكاسب ربما تكون بعيدا عن المناطق التي أعلنت روسيا عن ضمها، أم أنها بالفعل هي مسألة مصيرية ويجب أن تكون ثابتة في عملية ما تريد أن تذهب له كيف في عملية التفاوض؟ يجب أن أقول أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي كان فخا لروسيا بسبب المسؤولية الخاطئة اللي كانت تقع على صناع القرار والاستخبارات الروسية. أوكرانيا دولة قوية جدا، ليس من العقلانية شن حرب ضدها، ولكن هناك أخطاء من الجانب الأوكراني أيضا. ويتحدث على سبيل المثال المعركة التي وقعت مؤخرا في الشرق التي كانت في أحد القرى والتي كان لا يجب شنها، وخسرت أوكرانيا فيها الكثير من قواتها أيضا في باخموت. هناك أحداث أخرى على الجانب الأوكراني والجانب الروسي على حد سواء، ويمكنني أن أقول أن هذه الحرب بشكل عام مأساة ويجب أن تتوقف. ولكن واضح وجهة نظرك، شكرا جزيلا لك من كيف السيد فالنتين ياكوشيك رئيس مجلس الإشراف على المعهد الأوكراني للسياسة، ومن موسكو السيد فيكتور ليتوفيكين الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة الشرق معي أنا زينة يازجي.